السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الإخوة الكرام أينما كنتم. في هذا الفيديو سوف نتحدث إن شاء الله عن بدء التسجيل للدراسة لعام 2018-2019 في جمهورية بيلاروسيا. بالفعل قد تم افتتاح باب التسجيل في الجامعات البيلاروسية لمعظم التخصصات سواء الطبية والهندسية والدراسات العليا، وبكلا اللغتين، اللغة الروسية والإنجليزية. آخر مدة للتسجيل باللغة الإنجليزية هي 31/7 من هذه السنة، أما باللغة الروسية فهو 31/8. احتمال التمديد في حالة أنه تواجد مقاعد، فاللي بحابب يدرس في بيلاروسيا يلحق نفسه قبل هذه الفترة حتى يضمن مقعد له. بخصوص اللغة الإنجليزية، مش مطلوب لا آيلتس ولا توفل ولا شيء، هو مجرد مقابلة وحوار وامتحان بالأحياء والكيمياء، اللي بينجح فيهم ممكن يدخل مباشرة بدون سنة تحضيرية. وأما بالنسبة للغة الروسية فهي سنة تحضيرية، وبعد السنة التحضيرية ممكن تدخل طب. شروط التسجيل في الجامعات الطبية هو أن يكون عندك شهادة علمية من هذه السنة، إجباري يكون عندك شهادة علمية، ويكون عندك جواز لا تقل مدة صلاحيته أقل من سنة، ويفضل أن يكون الكيمياء والأحياء مش أقل من 70%. أما بخصوص التخصصات الثانية تقريبا نفس الشيء، ما عدا أنه المواد مش بالضرورة تكون عندك كيمياء وأحياء للي بده يدرس أي تخصص ثاني. أما بخصوص اللي بيسأل عن الأسعار سواء الأقساط الطبية أو غيرها، في الموقع اللي أسفل هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون مكتوبات سنة 2018 اللي هو 2017-2018 لسه ما نزلوا، ولكن بحدود تقريبا نفس السعر، ممكن ينزلوا شوي أو يزيدوا شوي، عفوا مش راح ينزلوا أكيد يعني، بس ممكن يزيدوا شوي تقريبا $50 أو $100، وممكن ما يزيدوش من أصله يعني. أما بخصوص الدراسات العليا فهي مثل ما هي، ما تغير شيء، ممكن تسجل في أي وقت بالسنة، ولكن بيلزم أي شهادة من خارج بيلاروسيا يلزمها معادلة. المعادلة هو المقصود بها أنه يتأكدوا من صحة الشهادة، هل هذه الشهادة صحيحة، هل أنت عن طريق أنه هو بيقوم بمراسلة الجامعة اللي أنت درست فيها، وإذا الجامعة ردوا أوكي هذا فعلا هذا طالب درس عندنا وكذا وكذا بدون أي مشاكل. بالعادة بتأخذ هذه الفترة من شهر ونص إلى 3 أشهر. أما بخصوص سنة التحضيري بيظلوا يأخذوا لسنة التحضيري طول السنة تقريبا، بعوض الطالب اللي بيجي متأخر بدروس مكثفة. سعر السنة التحضيرية ثابت تقريبا في كل بيلاروسيا، هو بحدود $2000 تدفع مرة واحدة للسنة التحضيرية. أما أسعار الطب تقريبا أقل جامعة 3800 أو صارت 4000 إلى 5500 سواء الروسي أو الإنجليزي. الإنجليزي تقريبا أكثر ب $300 بالسنة وتدفع على دفعتين. المدة لاستخراج القبول تقريبا هو 2 أسبوع من تاريخ إرسال الأوراق، اللي هي مثل ما قلنا بالبداية الأوراق اللي هو صورة عن جواز السفر وصورة عن شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا. اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص الدراسة يحاول يراسلني على الإيميل أو على الواتساب اللي هو موجود برضو أسفل هذا الفيديو، ولكن رجاء خاص أن الرسالة تكون كاملة، يعني مش يقول لي مرحبا كيف حالك بعدين يسكت ويستنى من رد، تكون كاملة. مرحبا مثلا بدي أسجل كذا كذا، عندي كذا كذا، أنا من المنطقة كذا كذا، بالتفصيل حتى أقدر أنا أرد عليه بسرعة، لأنه الرسائل بتكون بشكل عام كثير وما بلحقش أرد على كل واحد. وبيجي بيحكي لي بعدين أنت ليش ما بترد وأنت قلت أعطيتنا رقمك وهذا الأشياء، اكتب الرسالة صحيحة وإن شاء الله تلقى الرد في أقرب وقت. وهيك إن شاء الله بكون انهيت هذا الفيديو، وأتمنى أنه استفدتوا ووصلتكم معلومات مهمة بالنسبة لوقت التسجيل. مثل ما حكينا نعيد مرة أخيرة أنه التسجيل هو فعليا بدأ، بنتهي بالنسبة للغة الإنجليزية اللي بدهم يدرسوا طب ب 31/7 لهذا السنة، احتمال يمددوه في حالة أنه في مقاعد وأنه في عدد كافي ممكن يستقبلوه، واحتمال لا.
بالنسبة للغة الروسية أو اللي بده يدخل تحضيري باللغة الروسية 31.8 برضو نفس الفكرة، إذا شافوا إنه في عندهم أماكن ممكن يمددوا برضو كمان لفترة 1.9 عفوا 1.10 وهكذا. بس الأفضل اللي هو مقرر وعارف 100% إنه راح يجي يدرس، يفضل إنه يرسل أوراقه من بدري ويلحق المقاعد اللي بتكون تقريبا مضمونة 100%. هذا اللي حبيت أحكي لكم إياه اليوم، بشكركم على الاستماع، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وكتابة في التعليقات اللي بده عنده أي شيء أو عنده أي سؤال أو أي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.